فأنا مع الطوائف ولست مع الطائفية، مع أنني أنتمي إلى الطائفة السنية، إلى 1,500,000,000 مسلم سني حول العالم، ومع ذلك لم يغرني هذا ولم يدر رأسي، لم يسكنني لكي أقول لا 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 أنا مع الطائفية، لأن طائفيتي حين تكون إيه هي الطائفية السنية فهي واسعة جدا. لست بالأبلة ولست المغفل لأقول هذا، لأنني أعلم أن المنطق الطائفي يأكل نفسه. يعني حتى إذا انحزت أنت إلى الطائفية السنية سترى في نهاية المطاف أن 90% من السنة صاروا خارج الطائفة، ومطلوب إلغاؤهم ومطلوب إقصاهم أيضا، وهذا ما عشناه وما نعيشه. أنا أوعى من أن أتورط في مثل هذه الحماقة الظاهرة، واضح يا إخواني؟ طيب، ومرة أخرى أيضا كما قلت ليس لي مشكلة مع إخواني الشيعة في كل البلاد العربية، حتى في إيران ليس لي مشكلة مع الشيعة في إيران، أنا عندي مشكلة في المنطق الطوائفي وفي السياسات التي تريد لعالمنا العربي باسم الطائفية أن يتمزق هذا العالم وأن يتشرذم، وأيضا باسم الطائفية وباسم هذه السياسات يراد أيضا لأهل السنة أن يذوقوا الأمرين والويل، وأن يعيشوا يا إخواني الغربة في بلادهم كما يعيش بعض أهل السنة في العراق هذه الغربة وعاشوها، وكما يعيش أيضا إيه بعض أهل السنة هذه الغربة في بلاد الشام. هذا المنطق اللعين، السياسة اللعينة هذه، وبين قوسين برضو بقولها عشان يعني أريح ضميري، وزير الخارجية العربي اللي قبل ربما أكثر طبعا من 10 سنوات ذممته وبلعنته، وأنا أستغفر الله، ويعني واعتبرت أنه كان إيه مغرضا، وأنه ربما جاهل، وأنه يحرف، وأنه يلبس حين تحدث إيه عن خطط معينة عن هلال شيعي في عالمنا العربي، واعتبرت أنه يعني يمارس إيه هذا التدليس عن عمد لكي يمزق عالمنا. طبعا بن قوسين هذا الوزير لا يزال حيا، وليس هو والله العظيم سعود الفيصل رحمة الله عليه، ولو كان سعود الفيصل هو ليس نبيا، ليس معصوما، لقلت أنا انتقدته، وأنا الآن أشعر بأنني كنت إيه غالطا أو أستغفر الله، لكنه ليس هو، فلن أكذب على نفسي. هذا الوزير لا يزال حيا، أقول له فعلا إن كان يسمعني ويفهم كلامي ويعرف أنه هو المقصود استغفر لي الله، قد ظلمتك، أنت كنت أفهم مني، أنت كنت أدرى مني، أنا كنت متحمسا بصدق لكن من غير دراية حقيقية، لأن الذي حصل في آخر سنوات واضح أنه يؤكد للأسف هذا الخطر الكبير. لذلك أنا سأوجه هنا أيضا رسالة من محب لا يتهم بإذن الله تبارك وتعالى بمنطق طائفي لإخواني الشيعة، أقول لهم اتقوا الله فينا واتقوا الله في أنفسكم، ولنتقي الله جميعا في إسلامنا، وأقول لهم كونوا جريئين، كونوا صريحين، كونوا واضحين، لا تتورطوا في تسويغ وتمرير أو في السكوت والصمت على أي خطط يراد لها أن تعلي منكم كطائفيين، يراد لها ويراد بها ومنها أن تنتقص من حقوق السنة في بلادهم وهم الأكثرية، لأن هذا يا إخواني والتاريخ يعلمنا عبر 1,000 و1,000 درس ودرس أن هذا سيرتد عليكم أنتم في النهاية بخسران عظيم في الدنيا طبعا وليس إيه في الآخرة فقط، بخسران عظيم. فهذه نصيحة محب ومشفق وصادق معكم فيما يرى. طبعا منعني أن أتكلم بمثل هذه القناعات، ويعلم الله أنني أنطوي عليها منذ سنين يسيرة، وخاصة بعض إيه المعارك الأخيرة التي حصلت إيه في العراق والشام، لكن كنت أخشى أشد الخشية من أن أتهم بأنني إيه أصبحت ذا نزعة طائفية. هذا الذي يعني كمم فمي كما يقال، أسكتني وأصمتني، لكنني رأيت في موقفي هذا جبنا لا يبرئ ذمتي أمام الله ولا يريح ضميري، وفي نفس الوقت لا يشرفني، وكان ينبغي أن أتحدث بما أفهم. أصبت في هذا الفهم أو أخطأت، لكن بما أفهم بما أعي وبما أرى حقيقة وأحس كان ينبغي أن أتحدث، وقد تحدث. ولذلك أختم بما ذكرته قبل بضع سنين على المنبر وأكدته أكثر من مرة، ليس لهذه الأمة بالذات، ليس لعالمنا العربي من حل ولا من جاء يا إخواني صدقوني إلا في إقامة دول حديثة على أساس من المواطنية الصالحة الصادقة الموفورة المكرمة. بعد ذلك إن أكرم الله تبارك وتعالى وأعز، وعلى فكرة هذا في اللحظة هذه سوف يبطل مخطط تقسيم الوطن العربي، مخطط جاري للأسف جاري تنفيذه، وفي نية كما يقول، مش نية أبدا، في إصرار عنيد على إنفاذه. الحمد لله هذا المخطط أفشل في أكثر من بلد عربي، أفشل طبعا في مصر بشكل واضح الحمد لله تبارك وتعالى،
أكيد الآن هو فاشل في السعودية وإن شاء الله يبقى فاشلا، فاشل في الدول الأخرى كلها بفضل الله وإن شاء الله يبقى فاشلا. لا، الخيار أن تستمر هذه الدول، تستمر هذه الوحدات السياسية أو الجيوسياسية يا إخواني، تحدث نفسها، تصلح من أوضاعها، توفر الحقوق فيها المواطنين كما قلت، نعم، تتعلم من تجارب التاريخ الحاضر والماضي، ولعل الله في وقت قريب غير بعيد ييسر وحدة بينها كالاتحاد الأوروبي، يستفيد منه الجميع ولا يتضرر منه أحد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن التهويم يا إخواني، التهويم بطريقة الإسلام السياسي الشيعي أو السني وإقامة دول على أسس دينية أو طائفية، أبدا، الوصفة الأكثر نجاعة في تدمير هذا العالم تماما والله، بحيث لا يبقى فيه حجر على حجر. هذه قناعتي وهذه رؤيتي، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني ألا يؤاخذني إن أخطأت أو تجاوزت على أحد أيا كان هذا الأحد. وأيضا في الوقت نفسه أنا متصدق بعرضي على جميع إخواني المسلمين، مسامح كل من وقع في عرضي أبدا، لأن لنا جميعا موقفا بين يدي الله تبارك وتعالى. من أحبني، من استفاد مني بحرف يوم الأيام ودعا لي وأحب يعني أن يكافئني وأن يجزيني، فليدعو لي بهذه الدعوة أن يرزقني الله سر الصدق والإخلاص، وأن يثبتني على ما يرضيه تبارك وتعالى من الاعتقاد والقول والعمل، وأن يجعلني رحمة لنفسي ولمن أحبني من إخواني وأخواتي، وألا يكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الذي أرجوه وأبتهي إلى الله به تبارك وتعالى. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.